هاي مشاهدينا مستمرين مع شركة كوميرشال انشورنس للتأمين وإعادة التأمين، واليوم بنصح الجميع يحضروا الحلقة لأنه عن جد حلقة كتير كتير مهمة حول بحال صار معنا حادث على الطريق كيف لازم نتصرف، خاصة للسيدات. يعني طبيعي روجيه، هاي كيف حالك؟ مرة جديدة روجيه زكار، أنت عضو مجلس إدارة شركة كوميرشال انشورنس للتأمين وإعادة التأمين، ومنذكر لأول مرة بأوتو فوكس عم نكون بهيك شيء، يعني معودين إنه نكون معنا السيارات نحكي عنهم، بس شركة التأمين كتير كمان أساسية تكون معنا، ونحن كمان بنوجه لكم تحية كبيرة لأنه عندكم الجرأة تحكوا بكل شيء ومش مخبيين أي نقاط للمشاهدين. طيب مثل ما ذكرنا اليوم مظبوط، هي أول مرة بتطلع شركة تأمين أو إذا بدك تطلع شركة تأمين على أوتو فوكس أو شيء غير السيارات يفسر عن شيء له خصة بالسيارات. نعم. التأمين أكيد أساسي، كلنا بنعرف إنه ما فينا نسوق سيارة بلا ما يكون عندنا تأمين، لأنه هذه شغلة بطلت موجودة بعصر الحالي، خصوصا مع القوانين الجديدة، مع التأمين الإلزامي اللي للأضرار الجسدية اللي طالع، ومع التأمين الإلزامي اللي حسب القانون الجديد، في قانون جديد بده يطلع قريبا ما بعرف متين، بس بالقانون الجديد في كمان انه تأمين الزامي للأضرار المادية. نعم. فاتنينتهم حيتماشوا مع بعض، فبشان هيك لازم نحكي عن التأمين لأنه جزء أساسي أكيد. بالسيارة. روجيه، مثل ما ذكرنا اليوم للمشاهدين حلقة كتير هيك فيها معلومات، إذا عملنا حادث كيف لازم نتصرف بداية؟ لا سمح الله أكيد. مظبوط. هي دائما هذه المشكله كبيره، دائما وقت يصير في حادث واحد بيكون مش عارف شو لازم يتصرف، شو لازم يعمل، شو لازم يتصرف. هلا انا اهم شغله بس بقول لهم، بس يصير في حادث انه اول شيء تاكدوا انه ما حدا صار له شيء. نعم. بديهيات انه واحد ما صار له شيء، ما حدا صار له شيء كثير منيح، كل شيء حديد على حديد بتزبط. صح. فبس يصير في حادث دائما بنشوف انه العالم بتفوق وبيصير في مشاكل، انا بقول لهم ما بدي هالقد، لانه كل شيء معدن، كل شيء حديد بيرجع بتزبط، بيرجع بترجع السياره مثل ما هي. اول نقطه شو لازم واحد يعمل؟ عنده بوليسته التأمين، حسب بوليسته التأمين وهو بأي منطقة يتلفن للخبير، لأنه هو الخبير بيحدد المسؤوليات، بيجي الخبير حسب المسؤوليات، كل واحد بيدفع، شركة التأمين بتدفع للغير أو إذا مأمن توريس بيضبط سيارته وبيمشي الحادث. شغلة تانية، حسب صار في حادث ماشي السيارة أو مش ماشي السيارة. نعم. في حال ماشي السيارة في ياخدها ويسوقها وياخدها، مش ماشي السيارة أكيد بده يطلب بلاطة او الونش يلي معروف بالونش. قبل ما نفوت بقصه البلاطه، لازم تتحرك السياره محلها اذا صار الحادث بنص الطريق، يعني هالشيء عم يعمل عجقه سير روجيه، لازم يحركوها يعني او بيجي الخبير، من بعد ما يجي الخبير بتم تحريك السياره اذا بتتحرك اكيد ما صار فيها اضرار كبيره. هيدا سؤال فيه لغز، بس انا دائما بقول اذا السياره وين صار في الاكسيدنت بتسبب حادث اكبر اكيد لازم تنقل. نعم. يعني اذا واحد نص الاوتوستراد صار في حادث وعم بيجوا السيارات مسرعه كثير هو ناطر الخبير، انا بقول لا اكيد احسن تتنقل تكون على جنب. خبرة او في كثير عالم بلكي بتخالفني رايي، بس انا بقول انه بعدنا بحادث صغير احسن من يكون حادث كبير. صح. اذا السياره ما بتسبب حادث اكبر اكيد افضل تبقى هيك، بيقدر يجي الخبير يشوف شو صار على المظبوط ويصور ويعمل تقريره 100%. طيب البلاطه هي تابعه لشركه الاستيرانس ولا بتتعاقدوا معها؟ لانه اوقات بصير في تاخير، مثلا صور الشخص اللي ناطر مثلا انه مزعوج من شركة التأمين لأنه تأخرت البلاطة، شو علاقة شركة التأمين بالشخص اللي معه هالكاميون هيدا اللي بيحط بزق السيارة؟ هيدي دائما بنواجهها، شركة التأمين بتقدم خدمة البلاطة مثل ما بتقدم غير خدمات، ولكن أكترية شركات التأمين بلبنان مش هي ملكة للبلاطات، لأنه ما فينا تكون شغلتنا نحن نأمن ونعوض على الضرر أو نكون هون كمساعدة، ولكن مش شغلتنا نحن نروح نبعت الونش. الونش مشكلته الأساسية وين؟ وقت يصير في حادث، أنا صار في حادث لنعطي مثل بيروت، نحن هلا بالام تي في، لقيت لي قلت لي روجيه عم تحادث تع لعندي تع شوف سيارة، بدي أدور بالام تي في لروح على بيروت بدها سيارتي نص ساعة لأوصل لعندك، إذا ما في عجقة. طب نحن عم نحكي الونش اللي سرعته بتمشي نص سرعة السيارة، كيف ما كان الونش بده ساعة ليوصل عند الزبون، فبشان هيك دائما بنحب نفسر للزبون إنه وقت يصير في حادث الونش منه بياخذ وقته، ما في شيء بنص ساعه، بياخذ وقته ليكون لما زبون بيكون دارع هذا الامر بيكون عارف انه جاي الونش وبش مأخر وبش نسينه. هي بحال اكيد السياره بطلت تدور او ما فيها تمشي على الطريق اذا كان حادث شوي مزبوط. كبير. شو نوضح بعد للكل اللي عم يحضرونا اليوم اذا صار معهم حادث؟ مثل ما قلنا اول شيء لكن تأكدوا من سلامتهم وسلامة غيرهم، يتصلوا بالخبير، شو في ستيبس بعدين؟ هي أكيد سلامتهم وسلامة غيرهم، يتصلوا بالخبير، يتصلوا بالونش. أهم نقطة تبليغ شركة التأمين،
نعم. شو بيصير؟ اوقات كثير بيصير في حادث سياره، سيارتك ما صار لها شيء بس يلي فت فيه تكسرت السياره، بيجي الغير على شركه التامين، شركه التامين ما عندها اي علم انه صار في حادث، ما عندها اي علم انه انت صار عندك حادث سياره، فكثير مهم حتى اذا سيارتك ما صار لها شيء بلغ شركه التامين، تقدر تفتح ملف، اجى الغير تعرف انه هذا الغير حقيقه انت فت فيه وتكون عنده ملف تقدر تدفع له حقه، هيدي نقطه كثير مهمه. روجي عودتونا كمان عبر اوتوفوكس ككوميرشال انشورنس تقدموا جوائز 10 بوالس يوميا، رقم كبير، شو سؤال مصبوط. اليوم تيربحوا المشاهدين؟ نحن سؤال اليوم عن حلقه حكينا عنها سابقا، هل نقدر نأمن كل شيء اكستريم سبورت مثل الراليات مثل الدراجات الناريه؟ ايه او لا؟ اوكي روجي ثانك يو، اكيد 1280 هو الرقم الهوت لاين لتجاوب على هالسؤال ونعرف اكثر عن كوميرشال انشورنس، نتصل ب 1280. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، وما تنسوا ويلرز .me لتعرفوا اكثر عن كوميرشال انشورنس وتشوفوا كل السيارات كمان باوتوفوكس مثل العاده. الى اللقاء.